إن مجرد الشعور بعظمة المولى سبحانه وتعالى والخجل والحياء من الوقوف بين يديه والعبد قد أذنب وعصى، كل ذلك ماح للذنوب مذهب للسيئات. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان في من كان قبلنا أسرف على نفسه جدا، جمع أبناءه فقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني وذروني رمادا، لئن قدر الله أن يبعثني ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. مات الرجل فاجتمع أبناؤه، هل ينفذون وصيته القاسية الشديدة العجيبة أم يمتنعون عن ذلك؟ ثم انتهى رأيهم أن ينفذوا وصية والدهم فحرقوه، ثم أصبح رمادا تحمله الريح في كل مكان، بعضه هنا وبعضه هناك، لكن الله عز وجل على جمعهم إذا يشاء قدير، جمعه الله سبحانه وتعالى بكن فكان ماثلا بين يدي المولى سبحانه وتعالى. قال: أي عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا ربي، قال: يا ربي، خشيتك وخفت ذنوبي. قال الله عز وجل لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت له. هذا هو الله، والمعرفة بالله سبحانه وتعالى تختصر كثيرا من الطريق. من عرف سعة رحمة المولى جل وعز لم يعيه الطريق، بل أقبل على الله عز وجل مخبتا منيبا. في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا رب، إني عملت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. قال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عنه، قد غفرت له. ثم عاد العبد، وأنا وأنت هذا العبد الذي لا بد أن يعود. ما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وله ذنب هو مقيم عليه، أو ذنب يعاوده الفينة تلو الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا نسيا إذا ذكر تذكر. ليس منا قديس لا يصيب ذنبا ولا يقارف معصية ولا يقع في إثم أو لمم، لا، من كان منكم بغير ذنب فليرمني بحجر، كلنا ذلك الذنب. عاد هذا العبد بعد مدة أو أمة من الزمن ثم قال: يا ربي، أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عنه، قد غفرت له. ثم مكث ما شاء الله له، ثم عمل ذنبا فقال: يا ربي، عملت ذنبا فاغفر لي. قال الله: أشهدكم أني قد غفرت له، فليصنع ما شاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.